بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين. معالي وزير القوى العاملة في جمهورية مصر العربية السيد محمد سعفان، سعادة الأستاذ فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي بداية أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى جمهورية مصر العربية ولفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رعايته للمؤتمر وإلقائه الكلمة التوجيهية بالأمس، والشكر موصول أيضا إلى القائمين على تنظيم أعمال هذا المؤتمر. أصحاب المعالي السادة الحضور الكرام، ينعقد مؤتمرنا اليوم في دورته هذه، وما زال العالم بشكل عام والدول العربية على وجه الخصوص تواجه تداعيات هذه الجائحة غير المسبوقة من حيث تأثيراتها الصحية المستمرة حتى هذه اللحظة، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المجتمعات العربية وعلى سوق العمل في مختلف الدول دون استثناء. وكل هذه التحديات التي أفرزتها تداعيات جائحة كورونا لابد أن تكون دافعاً لنا جميعاً من خلال تضافر الجهود العربية المشتركة والعمل معاً مع أطراف الإنتاج الثلاثة في جميع الدول العربية بطرق مبتكرة لدعم ريادة الأعمال وتمكين المشاريع الصغيرة وتعزيز روح المنافسة لتجاوز هذه التحديات. أصحاب المعالي، السيدات، الحضور الكرام، الشباب العربي اليوم أحوج ما يكون إلى تمكينهم وتطوير مهاراتهم ليكونوا قادرين على دخول سوق العمل ومواكبة احتياجاته المتطورة باستمرار، إضافة إلى توفير بيئة عمل لائقة وجاذبة للمهن الجديدة التي طرأت على سوق العمل. كما أن ارتفاع نسب البطالة بين صفوف الشباب تحديداً بشكل غير مسبوق يحملنا جميعاً مسؤوليات كبيرة تجاه الأجيال القادمة. لهذا لابد من تعزيز منظومة العمل العربي المشترك لإيجاد فرص عمل للأجيال العربية الشابة من خلال وجود أدوات عمل جديدة ومبتكرة. أصحاب المعالي، السادة، الحضور الكرام، إن تمكين الشباب العربي يحتاج إلى تطوير المنظومة التعليمية برمتها وإعطاء الأولوية للتعليم المهني والتقني الذي بات الأكثر قدرة على توفير فرص عمل لتمكين الشباب اقتصادياً، شريطة تحديد احتياجات السوق بالشراكة مع القطاع الخاص. والرؤية التي تتبناها منظمة العمل العربية والتي نتطلع إلى أن تكون ريادة الأعمال في الوطن العربي ركيزة أساسية من ركائز الاقتصادات الوطنية العربية بحلول عام 2030 تحتاج إلى توحيد الجهود بين أطراف الإنتاج الثلاثة ودعم الشباب الذين يتمتعون بالقدرة على الابتكار والقدرة على القيادة والإدارة بعد تمكينهم من المعارف اللازمة لتنفيذ المشاريع. إن أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل برز بشكل ملحوظ خلال جائحة كورونا، سواء على طبيعة العلاقة بين أصحاب العمل والعمال أو على آلية الحماية الاجتماعية، وحتى على آلية التفتيش على مدى التزام المنشآت الاقتصادية بالقوانين والأنظمة والقرارات الخاصة بالظروف الصحية التي فرضتها الجائحة، وذلك بعد أن تصدرت الخدمات الذاتية والتعلم عن بعد والتجارة الإلكترونية والعمل عن بعد قائمة الأولويات والسبل لتجاوز التحديات التي فرضتها الجائحة، ومن أبرزها الإغلاقات التي طالت معظم الأنشطة والقطاعات الاقتصادية. وفي ظل هذه الظروف جميعها تبرز الحاجة إلى حوار اجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاث في مجال تحسين بيئة العمل والتوافق بشأن بيئة عمل تشريعية وتنظيمية مستقرة لتجاوز الصعوبات والتحديات التي ربما قد تحدث بين العامل والمؤسسة، خاصة في ظل الأزمات كالتي نمر بها حالياً. أصحاب المعالي، السادة، الحضور الكرام، بالرغم من ظروف الجائحة التي مر بها العالم وما سببته من تداعيات سلبية على اقتصاديات الدول وسوق العمل، إلا أن المفاوضات الجماعية بين أطراف الإنتاج الثلاث في الأردن بقيت مستمرة،
وأسفرت عن توقيع ما يقارب 70 اتفاقية جماعية وقطاعية في المملكة. أصحاب المعالي، السادة الحضور الكرام، إن الواقع الصعب الذي أوجدته الظروف الاستثنائية نتيجة جائحة كورونا وما سبقها من أزمات عصفت بالمنطقة انعكست سلباً على سوق العمل في معظم البلدان العربية، وهذا يفرض علينا جميعاً الخروج من هذا المؤتمر بنتائج وتوصيات تلبي طموح بلداننا وترتقي بقضايا العمل والعمل على طاولة هذا المؤتمر الذي يجمع أطراف الإنتاج الثلاثة. إننا ندرك ونثمن عالياً أهمية الجهود التي تبذلها منظمة العمل العربية في تعزيز العمل العربي المشترك في مجال العمل بالتعاون بين أطراف عملية الإنتاج، متمنياً للمنظمة كل التوفيق والنجاح، وأيضاً كل الشكر على حسن الضيافة وعلى كافة التسهيلات المقدمة لإنجاح هذا المؤتمر. وقبل ختام كلمتي معالي الرئيس، يعني كنت أتمنى بهذا الظرف الصعب أن يكون هناك بند على جدول اجتماعاتنا لهذه الدورة فيما يخص الآثار السلبية التي ترتبت من جائحة كورونا. هناك العديد من الدول اتخذت العديد من البرامج، سواء كانت برامج اجتماعية أو برامج اقتصادية. كنت أتمنى لو كان هناك سيشن، يعني نستعرض بعض تجارب الدول حتى نستفيد منها، وبالعودة لبلداننا مع أطراف الإنتاج الثلاثة أن يكون في نوع من الحوار بين الدول والاستفادة من هذه التجارب. أتمنى معالي الرئيس أن يلاقي هذا الاقتراح ولو يخصص جزء بسيط للنقاش حتى نخرج عن النمط التقليدي، عن الأجندة اللي أوريدي كانت مدرجة. بارك الله فيكم جميعا، وأكرر شكري لجمهورية مصر العربية على حسن الضيافة والاستقبال، وأيضا للمنظمة على العمل الموصول خلال الفترة الماضية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.